مرحبا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجي توكس 101 things I learned from TED Talks أو TED Talks videos أو زي ما بدك انت حر. اليوم راح أحكي في الجزء الثاني من الفيديو الأول من السلسلة اللي أساساً نزل قبل هيك، واللي هو بيحكي عن how to speak so people want to listen. حكينا في الفيديو الماضي عن مجموعة عادات كان عندهم 7 لازم تبعد عنهم وما تقرب عليهم، وحكينا عن 4 قيم انت لازم تتحلى فيهم وتدير بالك عليهم. ونتذكر كان عندي عالي أمبير الديانة ف we have connected that لا شوية قيم إسلامية برضو أو دينية نحن أوريدي نتحلى فيها. اليوم راح أحكي عن أشياء أكتر، أشياء أبعد راح تخلي الناس حابة إنها تسمع السبيتش تبعك إذا كان موجود فيه هاي الكاركترستكس أو هاي الميزات اللي حكيها في هذا الفيديو. فخلينا نبلش. طبعا أكيد الكل هلا عم بيسأل حاله اللي عم بيحضروا الفيديو، ما هو أجا حكى لنا 7 أشياء نبعد عنهم 4 أشياء نقرب عليهم، شو ضل إشي يتفلسف علينا فيه؟ اللي جاء حكي لك اياه اليوم هو يعني a piece of ايش هي، تول انت راح تستخدمها، وهي التول هي عباره عن صوتك. بس استهدي استنى 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 لا تبلشش تغني، استنى 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 قادر تندمني على الايام، لا تقلب معلق رياضي. الليله راح نقلبها غمطره وليلتنا ليله سخنه مع ولا إله إلا الله ولا فويس أوفر. سوف تستمعون الآن إلى عينات مختلفة من الأداء الصوتي. إيش الإشي اللي ممكن تسويه في صوتك اللي راح خلي الناس فعليا حابين إنهم هم يسمعوا السبيتش تبعك from the beginning to the end from zero to hero؟ هذا اللي أنا جاي أحكي لك يعني. طيب أحكي لك يا إنه الفيديو تبع اليوم هو صراحة تشالنج، هو تشالنج إلي وتشالنج لكم، لأنه أنا راح أكون عم بحكي لك عن مصطلحات تكنيكال، لا أنا عارف شو هم ولا أنت عارف شو هم، صرنا ندفش مع بعض علشان المركب تمشي. أول خاصية أنت ممكن تتعامل فيها الصوت تبعك ريجستر أو فوكل ريجستر. إيش اللي قاعد تحكي فيه هذا يا جاسر؟ أوق لي دمك. ريجستر أو فوكال ريجستر هي مجموعة تونز أنت بتتحكم فيها عن طريق أنك أنت تتحكم من وين الصوت بيطلع. أكيد الصوت كله راح يطلع من ثمك، كل التونز راح تطلع من ثمك، بس هو أنت عم تتحكم في الصوت عم بيطلع من بطنك وبعدين بيطلع من الحلق، ولا هو أساساً عم ببلش من الحلق، ولا هو أساساً عم ببلش من الأنف. فهدول الثلاث فعليا انت بدك تكون عارف كيف تحكم فيهم، واكيد الريح واحدة فيهم هي اللي بتكون طالعة من بطنك. اوكي، ف ريجستر او فوكل ريجستر، وهي تعكس كثير على فكرة الثقة، انت من وين قاعد تحكي من ثمك اكيد من وين مصدر الصوت عم بطلع اساسا. في اشياء احنا دائما بنحكيها بنكون كثير 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 نحكي بتطلع معانا من الانف من هون، في أشياء تطلع معانا من الحلق لما تحس حالك شحط حلقك، وفي أشياء تطلع معاك عاد من القلب اللي هو من المعدة يعني، لأنه يعني قلب الرجل معدته. ماشي معلم. ولما أحكي البطن بكون أنا يعني بقصد منطقة الصدر كلها، تشيست هيك مع البطن، بس المهم إنك أنت تكون مرتاح وعم بتطلع التون تبعك. هلأ الخاصية الثانية الكثير مهمة اللي بتعكس أو اللي بتعطي انطباع عن السبيكر هي تمبر. وتمبر هي فعليا اذا بدك تترجمها هي how your voice feels، شو الشعور اللي بيعكسه صوتك وانت قاعد بتحكي. بحكي لك انه اثبتت الدراسات، كثير الدراسات هاي عددها كثير كبير على ذمة الفيديو، اللي انا بعرفش عنها ولا شيء ولا سمعت عنها ولا قرأتها ولا شفتها، بس اثبتت الدراسات انه الاصوات اللي نحن بنفضلها كبشر هي الاصوات القوية الغنية واللينة الهادئة. يعني أكيد دخلنا ببعض إحنا، بس مش شرط هم يكونوا عكس بعض، ممكن الأصوات القوية الغنية نفس الوقت تكون هادئة، مش شرط أنها تكون loud
ولا شرط انها تكون مش لينه. فهذول هم ودبر حالك معهم. النقطه الثالثه او الخاصيه الثالثه اللي حلو انها تكون برضو موجوده في صوتك وتدير بالك عليها اللي هي بروسيدي، ترجمتها الحرفيه العروض، وانا ما بس تقدر تعتبرها انه هي الريذم او الباترن اوف فويس او اوف ساوند، اللي هي كيف انت تقدر تتحكم في صوتك، وين تشد فيه وين ترخي في صوتك، وتلعب بهذا الفاريشن والكومبينيشن لحتى تشد انتباه الناس اللي عم تحكي معك. النقطه الرابعه اللي انت لازم تدير بالك عليها هي البيس، وانك انت متى بتكون سريع ومتى بتكون بطيء في كلامك لحتى تقدر انك انت تشد انتباه الناس لإلك، وتقدر تعرف متى انت لازم تكون سريع ومتى لازم تكون بطيء. هذه هي الخاصية الرابعة. النقطة الخامسة اللي حطها في بالك تماما هي pitch. وpitch ما يروح تفكيرك لبعيد، pitch لها كثير معاني، بس المعنى اللي احنا بدنا اياه هون ممكن يكون النغمة، وهي وين الصوت يكون اشد واعلى، اشد واعلى مع بعض، وين يكون اخفض شدة برضو مع بعض. يعني تعرف وين تشد وين ترخي. تحكي لي هيك انت صرت عم تعيد كلامك، بحكي لك لا، النغمة اللي بتطلع معك فيها الكلمة، زي مثلا بحكي لك هاي حبيبي، ولا لما احكي لصاحبتي او لما صاحبتي تحكي لي هاي حبيبي، تفرق نفس الكلمة وتأثير تماما مختلف. واكيد تأثير صاحبتي مختلف تماما عن تأثيرك انت. ف the pitch او pitching احنا بنسميها، مش the pitch. اوكي، في تف مع البي، الله يرضى عليك. النقطة السادسة وهي مهمة كمان كثير اللي هي الفوليوم. ممكن أكون كثير متحمس وأنا قاعد بحكي معك، ممكن أكون كثير كويت وأنا بحكي معك poor voice، يعني أنت فاهم، يعني مش كثير متحمس، أو أن أحكي لك أنا كثير متحمس versus أن أحكي لك أنا كثير متحمس. فالفوليوم، ومتى أكون أنا عم بحكي معك في صوت لاود فعلياً وعم بسمعك literally الشعور اللي أنا بدي أوصل لك إياه وأنا قاعد بحكي معك، ومتى أكون قاعد بحكي معك في أشياء كثير خاصة برضو هي ممكن يكون لها أهمية كثير كبيرة. طبعاً ممكن أنك أنت تخربط بين البيتش والفوليوم، بس يفترض انه مع البراكتس يو ويل بي ماسترينج كل هدول الخصائص. مش شرط انك انت تكون حاكي او انت قاعد تحكي المره هاي بدي اعمل بيتشنج، فانا قاعد بعمل متى بدي اشد على الصوت ومتى بدي ارخي عليه. باي ذا واي، في الفوليوم انت ممكن تكون تحكي بفوليوم كثير منخفض، بس فعليا انت قاعد بتشد على الكلام، بس انت هلا قاعد تطلعه من انفك، فانت حاول انك انت تطلعه من صدرك عشان تعكس الانطباع اللي انت بدك تطلعه. ف يو ار اكسايتد بس الفوليوم منخفض وقاعد بيطلع معك الحكي من صدرك. So you are mastering more than one characteristic of using your voice. فاللي بدي احكي لك اياه انه literally الصوت مهم جدا في characteristics، ان شاء الله اكون حكيتها صح، كثير ثانية مهمة، زي انت لما تاخذ مثلا نفس وانت قاعد تحكي عند مكان صح في الجملة، او تستخدم your body language وانت قاعد تحكي، ومش شرط بس ايديك تبلش تشوبر كثير زي ما انا بشوبر، بس ممكن انت اذا كنت موفمنت عندك معينه وانت قاعد تحكي ليترالي تعكس انه اذا انت اكسايتد بالشيء اللي انت قاعد تحكي او ليترالي انت مش سائل تماما ولا فارق معك شو اللي قاعد تحكي، او اذا انت ليترالي حزين ومش كثير مبسوط و الى اخره، او اذا انت يعني عادي بس انت عم بتحاول توصل الايموشنز اللي انت قاعد تحكي فيهم. سو هي معلومات يمكن كنت سمعنا عنها، يمكن ما اعطيناها أهمية، يمكن بسطنا كثير في الفيديو اللي نحن نحكي فيه، بس literally عن تجربة عم بحكي لك إنه هاي معلومات جدا مهمة. إذا you did not master 100% عادي master 100%، إذا أنت مش قادر تطبقها 100% حاول تطبقها 50%، مش 50% حاول إنك أنت تطبق جزء منها. طبعا برجع بحكي لك إنه مش في كل مكان عم تعمل فيه speech انت لازم انك انت تماستر كل هدول الاشياء وتطبق كل النقاط اللي حكيتها في الجزء الاول وكل النقاط اللي حكيتها في الجزء الثاني من هذا الفيديو، لكن تكون عارف انه لها اهمية، راح تحتاج مكان معين، ممكن يكون خطاب على بمؤتمر، ممكن انت عم تعمل pitching او presentation لشيء انت بدك تبيعه، او عم تعمل فكرة startup وانت بدك توصلها
لناس معينين عشان يستثمروا فكرة أنت عم تعملها، أو عندك مشروع إحنا كأركتكتس أو كأنجينيرز بنعمل برزنتيشنز على فكرة طويلة عريضة لحتى إنه إحنا نشرح مثلاً the process of doing something أو the method of doing something أو statement أو method of statement. So في عنا كثير برزنتيشنز نحن بنعملهم، هدول راح يساعدوك كثير إنك أنت تكون شخص presentable ومقنع، ومن هون لحتى تعمل your next pitching أو speech أو الناس تصير تحب إنها تسمعك. بحب أشوف رأيكم في الكومنتس، والسلام.